نجحت وزارة الصناعة والتجارة في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الأيزو لنظام استمرارية الأعمال للعام الثاني على التوالي. وزارة الصناعة والتجارة تمكنت أيضا من اجتياز التدقيق الخارجي لمتطلبات المواصفة في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية لتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة دوليا، حيث جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة وخالية من أي ملاحظات. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أن هذا الإنجاز تحقق بدعم كبير من الإدارة العليا وإيمانها بتطوير الأنظمة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس على العمل بمختلف جوانبه، مشيرا إلى أن التتويج يأتي نتيجة للرغبة المستمرة والجهود المتواصلة بالعمل وفقا للمنهجيات والنظم العالمية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز مهنية وجودة الأداء. هذا وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها للجميع.